اهلا بيكم اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه زي ميني كرافت كده، بس انا بقى هعمل متفجرات تخلي في حفره عالميه. ويلا بينا نبدا. انا بس حطيت شمع علشان الدنيا ضلمه ضلمه جدا. بعد كده كسر الحته اللي على القد، احط بقى قنبل مين بقى. يا رب. طب اطلع ازاي؟ واو، بصوا بقى بس عشان الدنيا مش بارده. اذا كسرت منين النار؟ لما بتفرقع اللعبة بتهنج بقوة. النار دي مش عايزة تمشي، احط عليها مية يعني. جدت من المية. عامل ان انا اروح بقى مكان تاني. الحمد لله الصبح جه كده، مش هحتاج لشمع ولا اي حاجة، لان المكان ده فيه مية وغلس. اروح لحتى مفيهاش مية. دي كأنها ترعة، شايفين؟ مية مجاري. ماشي، المكان ده حلو قوي قوي قوي. ماشي. واخد وقت كده، اعمل قنابل واعمل حفرة جامدة جدا. ده انا هخلي الحفرة دي مليانة، احشيها بحفرة القنابل. الحفرة دي هخليها بقى احشيها بحفرة القنابل. خلينا بقى الانفجار. بس بقى لما هعمل كده، بس هعمل ايه؟ هاجي كده من النص واعمل كده لغاية السحاب. مش طيب. اهو كده وصلنا لاخر حتة. بصوا بقى، وهعمل السكر دي تمام عشان الارض الباقية دي تبقى حفرة.
انفجار، هيبقى انفجار عظيم. يلا 1 2، استنى كده، 1 2 3. يا ربي ايه ده؟ واو يا ايه ده؟ يا ايه ده؟ ازاي يعني كل دي، كل ده مكان؟ انا عايزه مكان النار دي، اعمل ايه؟ واعمل كده كده. احبس النار، مش احبسها يعني، هوقفها. لما هي بتطلع كده هوقفها، بس مش راضية. الخشب بيتحرق، اجيب اني حاجة؟ طب اجيب المية. ماشي يلا يا مية يا شاطرة، ماشي النور. يلا يا مية يا شاطرة، خلاص ومش النور كده. ميه شطره كده وجدعه، ومش النور. ايوه انا عايز بس المية دي تمشي او النار. ايوه كده، خلاص مش مشكلة. حتى من كتر الانفجار في حتت مسودة كده في الأرض. ايه ده؟ لا انا ما قلتش تنفجر دلوقتي. لا اوعى قنبلة تلمس النار. عارفين ان لازم اوصل القنبلة بالسما، عشان لما دي تنفجر الباقي ينفجر معايا. نعمل كده، نعمل هنسيب دي بقى بس. طالما هي عالية لفوق كده ايه فايدتها؟ مش هتنفجر. ايه ده؟ الأرض هنا ملهاش نهاية. يلا لا مش دلوقتي، بصوا قد ايه كوميديا.
هبتدي من هنا فين؟ وان تو ثري. يا نهار أبيض، شايفين؟ ايه ده، جتت من المية دي. طب انا همشيكي بقى يا مية بلوكو. كأنه ايه، كأنه بركان. القنبلة بقى هتفرقع على المية، فهتخلي المية تختفي وتبقى بخور كده. مكنتش اقصد اجيب قنبلة هنا. الحمد لله فرقعت كويس ومكنتش على البيت. جيت من النيو نحبسك. طب ايه رأيك نعمل حاجة، نعمل بيت قنابل واحبس فيه حد واقف ونجره. كبير أوي لأنه قنابل كده وخلاص، يعني هيفرقع بسرعة وهينتهي. ده نهاية. ابتدى الليل يجي بكره. حط سماعة، سماعة هنا 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 هنا. والأرض قنابل. حتى الأرض كلها هي شمعية واحدة. صغيرين انه هيبقى لبيب ومجانين عادي، يعني هتعمل المنشية دي علشان ما تجيش عليهم فاكمة موتهم. وانا عايز ننشأ
اوكي دول دول كارجو. بقى حاجة رهيب الليل في اللعبة دي، ده في القنابل هنا مخدتش بالي. اوكي على دي تحس كأن انا بنزل لتحت. وكده انتهى الفيديو، بس ده شكلها كأنها عاملة زي خدعة بصرية. وكده انتهى الفيديو يا صحابي، يا ريت يكون الفيديو عجبكم، متنسوش برضو تضغطوا لايك ومتنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مني. سلام.